ديال روبيو واحد ديال فياس ديال الشرب والشرب تبارك الله عليه. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير ولا خير وبصحه جيده. اليوم الاخوان كما كتشوفوا راه جينا لحفره الموت الخوت، يعني هذيك البحيره لعيره ديال بصح. المهم الاخوان جينا ليها الصراحه، كاع ما كنتش غادي نجي ليها، كنت ديجا قلت لكم راه ما غاديش نبقى نجي ليها، وجيت ليها على حساب الدري صاحبي، راه قال لي جي ليها وهادي بغيت نشوف هذيك الحوت باغي نذوقها وهادي هادي. قلت له راه ما كاينش فيها الحوت، قلنا قال لي زيد يلا على مولانا ونشوفوا على تيسير الله. كتب لينا اننا نصيدوا هي هذيك، ما كتبش راه ما كتبش الخوت. المهم قبل من كل شيء شكرا على السيبور ديالكم وعلى التعليق ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، تحياتي لكم، تعاليق لي زوينين ودعم لي خرافي الخوت، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم الاخوان اللي تسكاو الاخوان غادي نشوفوا نصيدوا دابا، وها هو الصديق ديالي جرايا، راه هذا هو الدري اللي باغي اللي قال لي جيني الحفره. قلت لي علاش لا نجيو نصيدوا هنايا، ان شاء الله غنصيدوا الحوت. ان شاء الله نفرحوا ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاين بغينا نستمتعوكم ونمتعوكم حتى نتوما بالصيد ديالنا. كل شيء اللي جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه، بارطاجي مع صحابك لك الفيديو. تحياتي لكم الخوت من هنا وفرجه ممتعه. المهم الخوت غادي نوريكم دابا شنو جايبين معنا. معنا الاخوان جايبين معنا الطويس اللي غادي نديرو فيه الوليم ان شاء الله. نحاولوا غادي نتقاتلوا ان شاء الله باش نصيد. نمشيو دابايا، نمشيو دابا الخوت غادي نقادوا العجينه ديالنا ديال الطعمه اللي غادي نقادوها باش غادي نصيدوا بهذا الحوت، غادي نشاركوها معكم وغتشوفوها معنا اللي تسقاو الاخوان. اما الاخوان دابا غادي نقادوا العجينه ديالنا الخوت، وسمحوا لينا على الازعاج ديال البرد، راه ما كرهناش الخوت، يعني ما كرهناش اننا نصوروا في هذا الكار، هو عندنا التليفون الخوت، عندنا التليفون مايكرا على قد الحال راه باغي تقادش مع البرد. المهم غادي نقادو دابايا، ما نحتاجش الفورس ولا مطار لينا مع هذا البرد هذا، والله حتى راه مطار. بسم الله نوجدو الماء، شكاين البرد بزاف هنا كتيرة. ناضية والله تشوف تشهال حود. المهم حنا على مولانا راه لقينا واحد الصنارة
هاي لقيناها كي كانوا كيصيدوا بها، هاي راه نقضيو بها الغرض الخوت، يعني راه مزيانة وفيها واحد السبيب. هنا كاين واحد السبيب غليظ ديال بصح ديال 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 الصنور. ها هو الخوت، هنا سبيب مليح بلا ما نحتاجو دابا الماتريال ديالنا. هذا راه كتافي لينا وغادي نصيدو به ان شاء الله. المهم غنرميو المسائل ديالنا، العجنة غادي نديروها في الصنارة وغادي نتوكلو على الله نشوفو شنو غادي نطلعو ان شاء الله. ديال الحوت واش هاد الكحل هذا اللي كيبان لكم كحل، راه الحوت هذاك الخوت تبارك الله. ولكن هنا حنا راه حنا هنا ان شاء الله تبارك الله شحال ديال شحال بعيد هنايا. واو 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 شلينا الطعم، ما عندناش كي غادي نديرو ليه للاسف، غادي نضطرو اننا نتحركو حيت ما عندناش من نديرو الطعم اللي كنا جايبين معانا. البلاصه راه غير بعيده الخوت، راه شي 30 كيلومتر ولا 35 كيلومتر باش بعيده علينا الدار حتى ربعين. هنا راه عرفتي فينا بفزعات البحيره هادي، وغنضطرو اننا غادي نوريكم واحد المفاجاه اللي الصراحه كنا اننا لا ما صيدناش، كنا غادي نضطرو اننا نديروها، هي ما جبناش معنا ولكن غادي نديروها ان شاء الله. وبقاو معنا في الفيديو باش تشوفوا معنا ان شاء الله المفاجاه اللي غتكون زوينه 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 بزاف. يتسقاو سمحوا لينا الخوت، كنا غادي نمتعوكم معنا ولكن ما مكتبش علينا وهادشي اللي كاين الخوت. المهم الاخوان راه وصلنا للمرسى، غادي ناخذ الحوت ديالنا ناخذوه من هنا الخوت. هاي المرسى الاخوان، مرسى ناضيه الخوت، فيها الحوت طري حدا البحر. هاد البلاصه المرسى ديال دار بوعزه، جينا لها الخوت غناخذو الحوت من هنا وغادي ندو غادي نشوف ان شاء الله في الغابه. المهم الاخوه راه جينا لهاد البلاصه هذه كما كتشوفوا، اللهم بارك، راه جينا ليها ما بقيناش في ديك البلاصه تمايا، شرينا الحوت من المرسى الخوت كما قلنا لكم. ها هما الحوت اللهم بارك، ها هما البياسات، ها هي البياسات ديالنا ديال روبيو، واحد البياسه ديال الشربو، ها هو الشربو تبارك الله مليح. شرينا جوج بياسات غادي نمشيوهم ان شاء الله. ها هما الخوت غادي نمشيوهم ان شاء الله، غنقادو العافيه ديالنا هنا، غنقادو العافيه ديالنا هنايا. ها هما العواد غادي نمشيوهم ان شاء الله، غنقادوهم نريقلوهم. المهم بقاو معنا باش
تعيشوا من الاجواء. راه ما كنتش نصيدوا، قلنا نشرو الحوت ونمشيو هنا ان شاء الله. راه هذه اللي كاينه، هادشي اللي كاين، كاين اخويا سير، كاين اخويا مكتوب لينا، مكتوب لينا صافي، هادشي اللي كاين الخوت. المهم درنا السباب والكمال الله، التحدي راه درناه ولكن مكتبش، وهادشي اللي كاين. المهم بقاو معنا باش نشعلوا العافيه ديالنا ونوجد لكم داكشي، غنقردوا العود ديالنا. جينا الروطار طعطان، طح لينا الظلمة هنايا. هادشي فيه سميتو الدخاخين، الدخاخين ما فيه. تبارك الله تيرا تعاونت معانا، اللي بغيت تشوط يجي لك. واو 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 واو، انت راه انت مزيدين تبارك الله. انت شو الاخوان العافيه، ترى ما يمكنش مع هاد البرد، هاد راه البرد الخوت امشي. ترى ياسين داك الشيء راه ستار، تفرج على هادي غطمون. عاد شنو كاين في القرية هادشي؟ بحال اللي حطيتي فوق سميتو بحال الرابوز تعالى. انتوما واعر مش هاي الهواي في ديالنا شناها مشهدات تبارك الله، راه مع البرد الحوتات عاد توجد العافية ديالنا، وغادي نحطوهم فيها ان شاء الله شوية الخوت شوية. بقاو معنا متشوفين الريقل وداكشي سبيسيال ياك اخويا ياسين. ان شاء الله نرجعو داكشي، ترى داكشي غيكون مفرقع ناضي ديال بصح ان شاء الله. الا سالينا العافيه خصنا نطفيوها. ضروري 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 نطفيو العافيه اصاحبي. ويلي حلينا الظلمة خويا ياسين، الا طاح الظلمة مغامرة. انت شاطحت علينا الظلمة هنا، راه شحال باقي لنا ديال الطريق الخوت؟ راه واحد 10 كيلومتر، 10 كيلومتر صاحبي، 10 كيلومتر كاين ديال الطريق باش غادي نوصلوا للدار. المهم الله يستر وصافي والله يكون معانا. المهم غنمشيو نقادو الريقلو الحوتة ديالنا باش نحطوها في العافية ديالنا تشوي ان شاء الله. المهم الاخوان غادي نحطو العافية ديال العفو، نحطو الحوتة ديالنا تشوى. ها المغرب اخوان القضيه قاضي حامضه. ها فوق شويه يدوزو، فوق شويه يدوزو فوق. العفيه راه مشهده، دور دور. هذيك البنتيه طايبه تي طابه تي والله تي البنتيه طايبه. هي سيبلك كيبان لي كلشي طايب. وا العافيه، وا العافيه بسم الله. واو تعطى ريحه شويه يا راجل، تعطى طرات تحمرات. ها عطينا حطينا دجاجه تما بغيها تحمر نص، عطات ريحه الحوته. اه شفت تبارك الله فيها الخير هذيك نفخات بنتي طيبه هذيك واخا. هادي داب لي قلبت. لا مازال هذاك غادي يتحرق لينا صاحبي. داك الشنيم والخوت. العافيه دابا مع البرد كيجي من جهد من هنا راه بزاف، اقوى برد شفتو انا في حياتي هو
تشوطوا الخوت تشواو مزيان لحقوا مطريقكم بكره تشوات تفصيل الحرارة إنا لله واو 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 استعملوا هاد العصية مش عم العافية وعلى رابي ترى مجهدة صح والله حتى مجهدة كمال اول خوت الطبق ديالنا راه وجد لحقوا طريقو تشوا داكشي ها يا سلام المهم دابا جا وقت التذوق غادي نذوقوا داكشي كيفاش جا على مولانا راه ما دايرين فيه لا من الحلا والو داكشي ريجيم وناضي الحوت راه باقي جديد باقي طري المهم الخوت نذوقوا داكشي المهم الاخوان دابا غادي نذوقوا الحوتات ديالنا كيفاش جاوا لا ادري امال خوتي غندوقو هادي ولا هادي يا سي اختار هادي غاديه غاديه هادي ندير مو ضروري لا لا انا قابل الشراء اللي خدمه راه ياسر هاي الحوته طريه تبارك الله بسم الله هاي ويلي 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 تبارك الله اش بان لك يا سي حوت ناضي والله يتناضي الخوت قسما بالله تناضي ناضي ولد الناضي ضرب لي يد يا سي نضرقو هاد الشرغوال الشرغوال اللي بانت ليا فيها البلان مهورة هي دين دوقوها حتى هي غندوقوها على اختها هي اش بالك في هذا يا سي والله حتى ناضي قسما بالله وبنين بنين بنين بزاف رغم انه ما دايرين فيه لا لا من الحاله والو المهم الخوت غادي نبقاو حتى ناكلوا الوليمه ديالنا ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله الخوت راه سانينا الوليمه ديالنا الصراحه جات بنينه بنينه بزاف وناضيه دابا غادي نطفوا العافيه ما نخلوهاش المهم هنا الخوت غيكون سالا الفلوق ديالنا نتمنى انه يعجبكم كلنا الاعجاب ديالكم ولا كنتي جديد في القناه تنسى تشترك في القناه بارطاجي مع صحابك لك الفيديو والله يعاونكم الخوت والله يسهل عليكم بيس